بعتبة الريان كان اللقاء للصائمين القائمين ذوي النقاء بالاحتساب مع الإيمان وأجرهم رفثا وشرا قول زور سارقا الغانمين مواسم الخير الذي تسمو به أرواحهم للمرتقى أتكم هذا المبارك ذو الندى بليلة تعلو الدهور لمن ارتقى فبها على الريان قد كان اللقاء للصائمين القائمين ذوي النقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى على أن تجدد هذا اللقاء الطيب المبارك من خلال برنامجنا على عتبات الريان في آخر حلقاته التي هي بمثابة رسائل نرسلها إلى أنفسنا ابتداء وإلى إخواننا ممن ينتفع بها. هذه الرسائل إنما هي قواعد عامة تعين العبد المؤمن على استحضار فضل شهر رمضان، على استحضار عبادة شهر رمضان، على استحضار نشاط تلك النفس إلى العبادة وإقبالها عليها، إقبالها على الصوم، إقبالها على الصلوات، إقبالها على الذكر، إقبالها على الإنفاق، إقبالها على الصبر، إقبالها على كظم الغيظ. كل هذه الجهود التي كانت في هذا الشهر الكريم إنما الغرض منها أن تدوم بعد هذا الشهر الكريم ولا تدوم بعد ذلك ولا تكون دائمة إلا إذا استحضر العبد هذه الرسائل الثلاث التي سنرسلها بإذن الله تعالى وسنبثها في أنفسنا وفي إخواننا حتى ينفع الله تعالى بها. الرسالة الأولى وهي قاعدة من قواعد العمل وقواعد السلوك إلى الله عز وجل، أن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. فشهر رمضان قد ودعنا وصعد إلى الله تعالى بأعمالنا، وقد سبق فيه من سبق وفاز فيه من فاز وتخلف وخسر فيه من تخلف وخسر، فلا ندري من المقبول منا فنهنئه، ولا ندري من المغبون منا فنعزيه. فالله تبارك وتعالى لا يتقبل أعماله أو أعمال عباده إلا إذا كانت هذه الأعمال مقرونة بالتقوى، مقرونة بالمقصد الأكبر الذي من أجله شرعت العبادة وشرع هذا الصوم لعلكم تتقون. فإنما يتقبل الله من المتقين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي أنه خرج للجهاد في سبيل الله التماسا للأجر من الله عز وجل وللذكر، أي وللسمعة وذكر الناس بأنه مجاهد، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء، أي لا شيء له. فأعادها الرجل ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فإنما يتقبل الله من المتقين. فربنا عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله تعالى. فالإخلاص هو إكسير روح الأعمال التي بها ترتقي إلى الله عز وجل، فإن سلبها وحرم منها العمل فإنه يكون هباء منثورا، يكون وبالا على صاحبه، يكون حسرة وندامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى، معنى استحضار تقوى الله عز وجل والإخلاص له، قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن
أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما كما تأخذون، أي أنهم يعبدون الله عز وجل ويقومون ويصومون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي إنما يتقبل الله من المتقين. اختلت عندهم هذه القاعدة: إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها. تراهم في جلواتهم طائعين منيبين مخبتين قائمين، لكنهم إذا خلوا إلى الله عز وجل أتوا بالمعاصي وأتوا بالمنكرات. إياكم وذنوب الخلوات. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال، يعني في بيان الحرص على قبول العمل من الله عز وجل، وأن هذا الهم ينبغي للعبد أن يحمله: كونوا، يقول رضي الله عنه، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل نفسه، فإن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا كان دأب السلف الصالح من الصحابة كما وصفهم الله عز وجل: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أنهم يأتون بالطاعات وبالقربات لكن قلوبهم خائفة وجلة من ألا تقبل تلك الأعمال. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خطبته في عيد الفطر: يا أيها الناس، صمتم لله 30 يوما، وقمتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم، أي أن النسيكة العيد وشعيرة صلاة العيد إنما شرعت لتكون يعني دعاء إلى الله عز وجل حتى يتقبل العمل في شهر الصيام. ولقد كان بعض السلف رضوان الله عليهم يظهر عليه الحزن في يوم العيد، فيقال له: إنه يوم فرح وسرور، يعني هذا اليوم يفرح فيه الناس ويستبشرون، فما بالك أنت حزين؟ يقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا، فلا أدري أيقبله مني أم لا. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف رحمهم الله يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله الله منهم لعلمهم بأن الله عز وجل قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أما الرسالة الثانية وهي متضمنة في قول ربنا عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي لا تنقلبوا، أي لا تصيروا من الطاعة إلى المعصية، لا تخرجوا من النور إلى الظلمات، لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فمن كان محافظا على الصلوات فليدم على ذلك، ومن كان يصوم فليدم على ذلك، ومن كان ينفق فليدم على ذلك. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إن من أعظم الجرم وأكبر الخسران أن يعود المرء من بعد الغنيمة خاسرا، وأن يبدل مكاسبه التي تحصلت له، وأن يتمثل أو أن يصدق فيه قول ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، فبعد أن جاء بالطاعة بقوة وأخذ بالكتاب بقوة نقض كل ذلك بعد هذا الشهر الكريم. فاحذر يا أيها الحبيب من العودة إلى المعاصي وإلى الغفلة والانتكاسة والاعوجاج بعد الاستقامة، فإن ذلك كله منهي عنه كما قال ربنا عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا تكونوا كالذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يعبدون الله تعالى على حرف،
قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أي إن أصابه خير اطمأن به، أي استمر في عبادته واطمأن بذلك الرزق لا بعبادة الله عز وجل، ولم يحصل له شيء من المكاره، فهو آمن لذلك الرزق، ضامن له. أما إذا أصابته الفتنة كما قال ربنا عز وجل: وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه، خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا، خسر فيها ما لم يتحصل له بتلك الردة من ذلك الرزق الذي طمع فيه وارتد لأجله. وخسر الآخرة أيضا، وخسران الآخرة وصفه الله عز وجل هو الخسران المبين، أي الواضح البين. فهذا حال المنافق، إذا صلحت له الدنيا أقام على العبادة، وإن فسدت فإن فارقها وارتد عنها. وهذا هو عبد السوء الذي إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط، كما جاء في بعض الآثار. الرسالة الثالثة، وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب العمل أو أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. هذا الحديث يبين لنا أن العبرة بالدوام والاستمرارية على الأعمال وإن كانت قليلة، وأن النوعية مطلوبة على الكمية، فأن تكون عبادة العبد المؤمن قليلة، يعني يحضر فيها خشوعه وتذكره وأنسه بالله عز وجل، أولى من تلك العبادة الكثيرة التي تكون منقطعة ولا تكون يعني ولا يتحقق فيها حضور القلب كما أراد الله عز وجل. فالله عز وجل بحكمته ورحمته بالناس لم يكلفهم ما لم يطيقوا، بل شرع لهم من العبادات والقربات ما يطيقونه، وخفف عنهم وكلفهم بما يستطيعونه ويقدرون عليه. قال ربنا عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالت عائشة رضي الله عنها: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. إن الكثير منا يشعر بالتقصير ويؤنبه ضميره، فيستحضر تقصيره في العبادة والتقرب من الله عز وجل، فتأتيه مشاعر صادقة، حماس جياش ينبعث به إلى الإتيان بالطاعة والتقرب من الله عز وجل. وهذا يعني جبلي في الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك ضراوة الإسلام وشرته، أي تلك قمة الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل. تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، أي إقبال وحرص وإتيان بالطاعة. ولكل شرة فترة، أي ولكل شرة، لكل إقبال انقطاع وفتور، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فنعم ما هو، أي الذي تكون فترته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم ما هو، وإن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. والعاقل هو من يستغل فترة زيادة الإيمان، فقد كان علي رضي الله عنه يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، أي إذا كانت نشيطة مستجيبة تكثر من النوافل، وإذا أذبرت فاقتصروا بها على الفرائض. والمداومة على الخير وإن كان قليل وإن كان قليلا أفضل عند الله تعالى من تركه بالجملة. فلرب شق تمرة تنقذ صاحبها من غضب الجبار.
أيها الحبيب، إن هذا الشهر شهر الصيام ينبغي للعبد المؤمن يعني أن يكون مستحضرا فيه لهذه الرسائل الثلاثة، ألا ينقطع رجاؤه وأمله في هذا الشهر الكريم بانقطاع أيامه، وإنما يبقى حريصا على دعوة الله عز وجل كما كان حال السابقين من الصالحين من هذه الأمة، يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم هذا الشهر الكريم، إيمانا منهم بقول ربنا عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. أن يكون العبد المؤمن حريصا على أن لا يصدق عليه قول ربنا عز وجل ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فيحافظ على صلواته وعلى صيامه وعلى إنفاقه وعلى بره وعلى صلته وغير ذلك من أعمال الخير المباركة في هذا الشهر. أن يستحضر قول نبينا صلى الله عليه وسلم في المداومة على الأعمال وإن كانت قليلة، وأن لا يترك العمل أبدا الذي بدأه، وإنما يحرص على أن يكون عمله دائما لله عز وجل. فهذه الرسائل الثلاثة جملة ما نختم به هذا الشهر الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا قبولا حسنا، أن يرحم فيه ضعفنا، وأن يتجاوز فيه عن تقصيرنا، وأن يتقبله منا على كسره وعوجه، فهو الرحمن الرحيم واسع المغفرة. نسأله عز وجل أن يجعلنا من العتقاء في هذا الشهر الكريم، وأن يجعل لوالدينا حظا ونصيبا من مغفرته ورحمته، وأن يدخلهم جنته، وأن يرحمنا وإياهم من كل مكروه وسوء. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا طيبا مباركا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أمير بلادنا الملك محمد السادس نصره الله، أن يحفظه وأن يكلأه بعنايته، وأن يطب سقمه، وأن يشفيه شفاء عاجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.